السياحي في التجربة هذية، أنه اللي تقود القيادة اللي تقود القطار السياحي هي امرأة من حرير تونس، هي امرأة تونسية جميلة. نتعرفوا على تجربة متاحة تسويتا. سميحة نفيس سائقة القطار السياحي في جزيرة جربة، مرحبا. لو سهلة يا سميحة، شنو حوالك؟ يعيشك، مرحبا بكم. نسمة جربية، احنا نقولوا يومكم مغر ان شاء الله ما غير شر. اوه محلاها محلاها الدعوة هذية، محلاها معناها انتم توا نسيمة تهفف في جربة وجو مزيان على الاخر. جونا ما شاء الله نسمة جربية تهبل صحة وفرحة. ايجو جداد هي فوالا، هذه نتاع الدعوه نتاع الجرابه باش نمشيو للجرابه. يقول لك ايجو جدانا، محلاكم يا لله، وتحياتي ليك ولكل الجرابه اللي يسمعوا فينا. حركيه مع تباهي لا يمت هذايا حركيه ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك. وكي معديه بالتوانسه بالجانب المخلطه بالمغاربه بالسيريه الليبيه كله ما شاء الله، معناتها الناس كل موجوده، ومضيافة بلد مضيافة، جربة مضيافة، تونس ذاتها مضيافة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فقط أنا نحب نسأل، التجربة هذية متاع سميحة مع القطار السياحي وقتاش بدأت؟ قداش عندك؟ والله كوراج، هو كوراج شوي شجاعة، هي خدمة رجال محالة. فماش خدمة رجال ونسية ما شاء الله علينا، احنا نسي تونس رانا ندخل كل الميادين. المرأة التونسية من عليسة اللي صنعت بلاد، حتى العزيزة عثمان اللي طبيبة دكتورة معناتها ما شاء الله، حتى حتى السميحة اللي تقود في القطار اليوم، حتى السميحة وحتى الفاقة الطايرة غالة، وحتى الفلاحة، وحتى ربة البيت اللي كونت الدكتور وكونت الأستاذ وكونت الطبيب وكونت المهندس، وإحنا كفاءات تشهد بينا العالم. راه الحمد لله الحمد لله، كل شيء توانسة. تعرفي التوريست السياحة يقولوا لي شابو مدام، شابو، مستغربينها كالأجانب، مستغربينها مرات السوق، معناتها ماشي في بالهم مازالت المرات معناتها التونسية ما الدار وسط. لا فكرة مغلوطة معناتها تماما على اليوم المرأة التونسية وين وصلت. أي وقت جاتك الفكرة هذيا في مخك معناتها وبديت فيها؟ والله بحكم الدار والصغار وكثرت غلبت الحياة شوية، قلت قررت تتعاون معناتها. اي يعطيك الصحة، عملت ترميل كار، أي قلت نبدأ مرحلة هكا، جتني جزاعة قلت علاش لا، احنا عندنا قطار سياحي هنا ولا في النزل، هاي قلت خليني نمشي نجرب. الحق يا ربي إدارة الوتيل وكل شيء فرحوا بيا وشجعوني وكانت منهم شجاعة وكل شيء، ومعناتها من أول نهار نخدم بالكليونات ما قالوا ليش لا، ومعناتها عملي عمل ستاج ولا نشوفوك ولا فالا ولا يرجع الشكر للإطار كله، إطار المديرية والشيبان واللي والزملاء وكل، نشكر الإطار كامل نتاع إطار النزل، خاطر حتى هي عندها عندها الدعم، الدعم وعطتني الكونفيونس، وانا كنت عند عند مستوى الثقة هذية معناتها. لا والله سوبر تحية وبكامل ثقتي زادة، وما شاء الله معبي، تعرفي نعمل 26 دورة كل يوم ما شاء الله، كل 26 يوم. دورة ما شاء الله 26 دورة بحكم انتي البيت شوية على البحر، هاك عاملينها بليزير على الكليون باش يبدا مرتاح وعامل جو، وديجا هو القطار في ذاته جو. فوالا ونذكر احنا صغار الحقيقه، انا ملي انا صغيره ما طلعتش فيه القطار هذايا، ونتذكر معنا التجربه حلوه برشا. اول ما نجي الجربه نطلع معاك سميح ان شاء الله. مرحبا بيك اختي، مرحبا بيك ان شاء الله، يعيشك. اليوم الناس اللي قبلوك في الشارع يراو مراه، معناتها ما نحكيوش على التوريست اليوم السياح اللي هما كلهم شابو، كلهم حيوثية من الأجانب حتى معناتها حتى الأصغر، معناتها كيما نقولوا حاجة، الناس كل شابو صراحة، كل برافو مدام يعطيك الصحة، كل تشجيع، معناتها عندهم حاجة فكرة جديدة، والمرأة إنها طلعت عرفتي، المرأة هيك بالحق عملت على روحها وعلى نفسها، هزت وذن القفة متاع العائلة مع الرجل الجنب، إيد واحدة ما عادش تصفق فوالا. فوالا هزت القفة منيح منيح، معناتها هزت الثقة، وهي المرأة في حد ذاتها من الفلاحة من ربة البيت من سائقة الطائرة، معناتها المرأة التونسية تخدم بالحق، راهي المرأة التونسية ما شاء الله عليها في الزين في المعاملة في الطيبة في كل شيء.
كل شيء ما شاء الله على ما شاء الله على نسينا وعلى رجالنا بطبيعة احنا التوانسة مرأة ونصف. انا حبيت ان من خلال المصافحة هذه نشكرك لانك اعطيت خير مثال واحسن تصويرة. نشكر زميلتكم هي زاد اللي كان لها فايزة فايزة سكرافي، تحياتنا للزميلة فايزة سكرافي المراسلة بتاع التلفزة الوطنية في ولاية مدنين. تحياتي ليها، بوسة كبيرة الفايزة، لانه من خلالها هي مع توصلنا لكم من خلالها هي قرينا للتدوينة هذية والتجربة الحلوة هذية. حبيت نشكرك ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح وإن شاء الله ديما متألقة يا ربي. تحية الجربة، تحية لكل مرات وصية تسمع فينا يا نفيسة يا سميحة. يا سميحة شكرا لفضلك. سميحة نفيس سائقة قطار السياحي في جزيرة الجربة، حكينا على التجربة المزينة هذية. احنا مصلين معكم بلقانا بعد الأخبار حتى الماضي ساعتين. تونسي مازال يصرف ويمشي للخلاعة، تونسي اليوم كي يصرف حق اوتيل ولا حق دار الخلاعة يلقى نفس الجودة. 31 328 330 رقم تليفوننا.